بس هاتها افتحها. معقولة هذه غسالة؟ شوف الحين شلون. كيفك يا عبد الله؟ صدقت ولا ما صدقت؟ جربناها والحين مجربها. والله الحين شوف لمتكم في المقناص راحت حياتنا. انا بركان ندف مامون كل تغسيلها بعشرة بدورة المياه المكونات سطيل بس وملابسك. حط حط ركبة. شوف طريقة التركيبة كيف تحطها كذا حلو، وتطقه من هنا وتطقه من الجهة الثانية. صلى الله وبارك عزكم الله. عبى موية، حط مسحوق الغسيل وحط ملابساتك، عبي لين تعدى يتجاوز المروحة حقت الغسالة. ايوه وبس. طيب احط ملابسي كلها كاملة، سروال وفانيلة وسروال قصير في سطل اكبر من هذا خمس مرات حطه، دام الموية تلمس المروحة نجرب سطل كبير بعد. اصبر مس مسحوق الغسيل، اي مسحوق غسيل. أيوة. تدق الزر. انا علمكم الصحيح. حلو حط حط حط.